استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تم خلال اللقاء مناقشة الملفات المشتركة وأبرز محاور التعاون المستقبلية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندات الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية الجارية. وأكدت المشاط على تطور العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي بدعم من الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية وتحقيق التكامل بين الخطط الاستثمارية. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.38 تريليون جنيه. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية في وقت تترقب فيه السوق احتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤثر على إمدادات النفط العالمية. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 24% لتصل إلى 88.8 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 14% ليصل إلى 78.46 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.38 لتصل إلى 34 دولار للتر. وصعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.35 لتسجل 2.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في بريطانيا أعلن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.2% في مقابل 2% خلال الشهر السابق عليه. وسجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد. ورجح البنك المركزي البريطاني أن يسجل معدل التضخم خلال شهر يوليو المنصرم 2.4% وأن يرتفع إلى حوالي 2.75% بطول نهاية العام. أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 369.2 مليار يوان، ما يعادل حوالي 51.7 مليار دولار، وبسعر فائدة 1.7% بهدف الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وأعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة حصة إعادة الإقراض للقطاع الزراعي والشركات الصغيرة الواقعة في 12 منطقة على مستوى المقاطعات دمرتها الفيضانات، موضحا أن حصة إعادة الإقراض ستزيد بمقدار 100 مليار يوان بما يوازي حوالي 13.99 مليار دولار للشركات. وقد تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل العملة الأمريكية ليستقر عند 92.65 دولار، يأتي هذا في أعقاب الهجوم غير المتوقع الذي شنته أوكرانيا قبل أسبوع على منطقة كورسك الروسية.
في أعقاب الهجوم غير المتوقع الذي شنته أوكرانيا قبل أسبوع على منطقة كورسك الروسية، تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار. ووفقاً لبيانات لمجموعات بورصات لندن، فإن سعر الروبل هبط إلى 96.6 مقابل الدولار في أدنى مستوى له منذ 20 أكتوبر من عام 2023، ليخسر الروبل 6.2% منذ بدء الهجوم الأوكراني على كورسك في 6 من الشهر الحالي. في الوقت نفسه حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي الذي يحسبه اعتماداً على بيانات خارج البورصة عند 92.65 مقابل الدولار. واستمر ضعف الروبل مقابل الدولار واليورو على الرغم من دعم ارتفاع أسعار النفط وزيادة صافي المبيعات اليومية لليوان من البنك المركزي ووزارة المالية. واستناداً على تحليل للسوق خارج البورصة، فإن الروبل انخفض بنسبة 1.3% إلى 12.7 مقابل اليوان الصيني الذي أصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في موسكو. وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، بلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي 96.69 روبل مقابل اليورو. كما انخفض خام برنت المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا 1% إلى 81.24 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسواق تراجعاً في مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. وانخفض خام برنت المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا 1% إلى 81.24 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسواق تراجعاً في مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.